salire. يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عقب من اول للسادس. لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على لبنان. يعني ما في محل تبعتن علي. هنا هو خرجي ضاين اكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ليالي نحن والشباب، خلينا بركي انه مش اذن هون هي حاصرنا انه في عنا سبب. هلا بتعرف ياكل. خايف علي دائما، يعني ما عرفت طاقة الشباب، بس عندي أخوي أحمد يعني كم مغير. يموت قدام عيوني قلبي برتاح وبطمن، لأني إذا هن اللي بعوض عني وإذا واحدة منهم صلى شيء راح أبكي دم بصراحة يعني.